ينضم إلينا من كاليفورنيا دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. دكتور أشرف، أرحب بك عبر منتصف النهار. أهلاً وسهلاً. دكتور أشرف، من أمريكا إلى إسرائيل إلى القاهرة وصولاً للعالمين، أنتوني بلينكين يحمل يعني في حقيبته رسائل خاصة بالهدنة. ما المتوقع من هذه الرسائل التي جلبها من إسرائيل؟ هو يعني إذا كان ما جلبه من إسرائيل لا يبشر، باعتبار أن بنيامين نتنياهو ما زال يضع العراقيل، لا يعطي فريق التفاوض الكثير. الولايات المتحدة، يعني كلام بايدن في مؤتمر الحزب الديمقراطي أمس، هو ترجم كلام الرئيس السيسي بأنه يجب أن نوقف حرب غزة الآن وبكل قوة. هل هذا الدفع من بايدن بيدافع عن السياسة الخارجية الأمريكية التي باتت أمام العالم بأنها مسؤولة وفاشلة فيما حدث في غزة وعدم قدرة الأمريكيين على أنهم يوقفوا هذه الحرب؟ يبدو أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يشتري الوقت، لكن نقدر نقول أن العقبتين الرئيسيتين اللي هم موجودين، أن الإسرائيليين مش عايزين يسيبوا محور فيلادلفيا، وده مشكلة مع الجانب المصري. الجانب الآخر المتعلق بالفلسطينيين، هم ما زال الإسرائيليين يقتلوا الفلسطينيين في خضم التفاوض، وفي حديث عن من سيخرج من السجون الإسرائيلية والعدد كام. ولكن أهم حاجة واضح فيها أن حركة المقاومة حماس هي وافقت على أنها لن تحكم قطاع غزة، ولكن يعني أخذ السلاح منها كحركة مقاومة. دي عملية بالنسبة لهم رافضينها تماما، وده ممكن بدينا بأن غزة رايحة إلى النموذج اللبناني اللي هو وجود حزب الله هناك بجانب الدولة اللبنانية، وده بيؤكد على كل ما حركات المقاومة بتزيد والدول لا تنشأ كدولة ذات سيادة، دولة فلسطين بجيشها بوضعها الأمن الكامل بسيادتها، يظل الشرق الأوسط معرض للانفجار، كما حذر الرئيس السيسي بأن ما يحدث في الشرق الأوسط معرض للتوسع في النطاق الإقليمي. لأن طبعا يعني واضح أن إسرائيل هي كدولة احتلال لا تحترم القوانين ولا تحترم المواثيق ولا تقدم يعني استقرارا أو دعوة إلى استقرار إقليمي. التلكؤ الأمريكي يبدو أنه سبب رئيس ومهم، وتحمل أمريكا مسؤولية على أنها أعطت لنتنياهو كل هذا الوقت وكل هذا الدعم وكل هذا السلاح. نعم صحيح دكتور أشرف، يخرب الشرق الأوسط. دكتور أشرف، يعني كنت هبتدي معاك من النقطة اللي انتهيت منها اللي هي الجانب الأمريكي، يعني الإجابة فيها العديد من التفاصيل لابد أن أعقب عليها. بالنسبة للجانب الأمريكي، بتتحدث بأنه كان لابد على بايدن منذ البداية إنهاء تلك المهزلة، لأنه يستطيع سواء من خلال الفرض بالعقوبات أو منع الأسلحة أو بأي طريقة أخرى. هل بتعتقد أن خطاب بايدن الآن عندما تحدث عن ضرورة إنهاء هذه الحرب في مؤتمر الديمقراطي، وبالتبعية هو رأي كاميلا هاريس، هل بتعتقد أنه فقط لمغازلة الناخبين وليس هو يقين حقيقي لديه؟ لا، هو مش لمغازلة الناخبين، هو واضح أن في ضغط داخلي أمريكي. حتى بان امبارح في مؤتمر بايدن أن كان في متظاهرين، في لافتات وقفوا طبعا لا داخل اللقاء نفسه، مش في الشارع بره. نعم لا داخل الكونفنشن جوه القاعة، جوه القاعة يعني من المندوبين للحزب الديمقراطي، كانت هناك لافتة يعني بتقول أوقفوا إرسال السلاح إلى إسرائيل. طبعا الضغط اللي موجود داخل القاعة، وباين إن بايدن بالحماسة اللي هو بيتحدث بيها أمس على إن أنتوني بلينكين يعني في مهمة أساسية للناخب الأمريكي وللانتخابات الأمريكية، وخصوصا ولاية ميتشيغان والتصويت العربي المتوقع ان الديمقراطيين عايزينه. وهو طبعا يعني التصور الديمقراطي او الجمهوري الاثنين للاسف يعني وجود اللاب الاسرائيلي منذ فتره ما زال ضاغط عليهم كامريكيين. وان امريكا على فكره في تغير مهم قوي لحد يعني انا شايفه، اسرائيل ما عادتش هي راس الحربة زي ما كانت زمان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي للمصالح الأمريكية.
الموضوع بدأ يتغير. إسرائيل بدأت تبقى عبء على الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل يجب أن تحقق سلاما في الشرق الأوسط مع العرب حتى لا تجر الولايات المتحدة إلى ما جرت الولايات المتحدة إليه. الولايات المتحدة غير مهمومة إلا بسباق الدول الكبيرة اللي في حجمها زي الصين مثلا، أو الأزمة الأوكرانية الروسية بالنسبة لها. أزمة إسرائيل كدولة صغيرة، لن تكون إسرائيل أبدا دولة مهيمنة في الشرق الأوسط تفرض إرادتها على الدول العربية. إسرائيل يوما بعد يوم بقدرتها التكنولوجية بتنحسر، وبالتالي إسرائيل يجب أن ترى في نفسها كدولة بحجمها الطبيعي وأن تعقد سلاما مع الفلسطينيين.